برنامج تفاصيل ولا برنامج بين قطبين؟ تفاصيل. ليش تفاصيل؟ برنامج تفاصيل اظهر ابراهيم قال له تبرر بالاخر تسال ليش ترى السؤال مهم ذا والله صار مهم اتمنى كل نسخه ثانيه ترى تفاصيل انا نجحت يا تفاصيل من كان معك لحالي مقدم بس برنامج اظهر ابراهيم بقالب مختلف حواري يجيب اسئله وفقت معد امسي عليه اخوي عبد الرحمن عامر البرنامج تركيبته كان حلوه اهم شيء وصل عبد الرحمن عامر ذا لازم يشوف المقطع ده. طيب حتعيدون شيء لا تفاصيل لانه من انتاج الشبكه طيب ولا كذا هذه طويله اعطيك معلومه طويله هذه طويله كنسه بس حلو اعطيك معلومه خلوا عادي خلوا ابراهيم ابراهيم من ابراهيم معيدي من زود النرجسيه استضاف نفسه مره من المرات ابراهيم معيدي فعلا هو استضاف وشوف الحلقه شلون ما اقدر اورك اياها اكتب ابراهيم معيدي ضيفه ابراهيم معيدي ومن انجح الحلقات اتكلم مع نفسي كان برنامج رياليتي بس حلو كان الضيف ثقيل يعني مو ثقيل شايف احمد ضرب من حبيت اكثر مقدم ولا الضيف لا حبيت الضيف مقدم طبيعي بس الضيف هو اللي اظهر شخصيه ابراهيم معيدي انا والله كلام والله جد الضيف الضيف والله الضيف والله بشوف فكره انا قاعد اتكلم عن ابراهيم معيدي بس كمقدم انا اوعد بشوف والله لا بشوف كيف يعني اكتب اكتب في اليوتيوب تفاصيل ابراهيم المعيدي ضيف ابراهيم المعيدي بالله لازم تشوفها يا ثامر خبر استضيف نفسك قصدك من هبل نفسي يعني تبتدي تشين وتبتدي تشين ايه لا لا انا صورت هنا الاسئله خلص صورت الاجوبه هنا وش بعد زي البودكاست كذا يعني مو زي البودكاست بس انه رؤيه مخرج يقصقصها على كيفه بس انا اسمع السؤال اللي سالته نفسي واجاوبه بكل اريحيه فهمت؟ اجل اطلع فاصل انا عرفت الفكره بس كيف يعني عادي عادي ماسك بس حلوه طيب. يعني